شيرين، اتعمل المؤتمر واتعمل المنتدى، اقصد انتوا كشباب ممكن تقولي بس الناس اللي بيتابعونا دلوقتي دورنا ايه؟ مين الشباب المشارك؟ ازاي قدرنا نشتغل مبكرا كشباب وداخل كمان المنتدى؟ استقبال الناس وتنظيم الناس والوفود، اللجان اللي اتعملت دي بتعمل ازاي؟ بهذه الطريقه اللي هي انه رغم حضور كتير جدا واجراءات احترازيه كتيره جدا ولكن عمليه سلسه. هو في الحقيقه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه بيعطي رساله مهمه جدا للعالم كله، ان في ظل وجود جائحه فيروس كورونا المستجد ولكن مصر قادره، ومن خلال مجهودات شبابيه 100%. يعني احنا بنشكر طبعا شباب المنظم للمنتدى على كل المجهودات اللي بيقوموا بيها، بدايه من اولا طلبات الالتحاق والاقبال الشديد اللي كان على الويب سايت بتاع المنتدى اللي وصل لنص مليون شاب وفتاه، واليات الاختيار علشان نوصل ان يكون متواجد هنا في المنتدى النماذج المشرفه والاكثر خبره والاكثر تاثير في محيطاتها الاجتماعيه داخل دولها، واللي بتبلغ 196 دوله على مستوى العالم. منتدى شباب العالم بيعكس صوره للعالم كله ان الشباب المصري قادر على الابداع وقادر على العطاء وبناء الافكار الخلاقه في شتى المجالات. يعني لو تطرقنا للمحاور اللي بتعرض في المنتدى على اختلافها، سواء للمحاور المتعلقه بجائحه كورونا زي المحاور الاقتصاديه وتاثير كورونا على الاقتصاد، المحاور الخاصه بتغير المناخ و البيئة، واللي تابعنا النهاردة الجلسة اللي حضرها السيد الرئيس وقد إيه كان فيها مجموعة من الآراء ومجموعة من المشاركات اللي بتعبر فعلا على عن ثقة العالم كله في منتدى شباب العالم وما يخرج منه من توصيات. ففي الحقيقة المنتدى بيعكس صورة مشرفة جدا لمصر ولشباب مصر ولثقة القيادة السياسية في الشباب المصري.